I'm Yasmin Anan with the news from Bahrain Television. Good evening. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa inaugurated today the third session of the fourth legislative term of the Representative and Shura Councils in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Upon the arrival of His Majesty the King's motorcade to the Cultural Centre, he was received by the Speaker of the Representative Council, Ahmed Al Mulla, and the Speaker of the Shura Council, Ali Al Saleh. The national anthem was then played. His Majesty headed to the Grand Conference Hall, and the ceremony started with the recitation from the Holy Quran. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع وخير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم
الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله وتوفيقه نفتتح أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، إيذاناً بانتقالنا إلى مرحلة جديدة من مسيرتنا المرتكزة على ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير، لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرقابي والتعبير عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصناً لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها. فمنذ انطلاقة مشروع الإصلاح الوطني بآماله وتطلعاته الرحبة، شهد وطننا العزيز نهضة شاملة لا تخطئها العين المنصفة، ولقد جاء توافقنا على ميثاق العمل الوطني ليكون خيارنا الحاسم للمضي قدما في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية والحامية للحريات المتزنة والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه الذي تتولون زمامه بكل أمانة ومسؤولية من خلال القيام بمسؤولياتكم التشريعية على الوجه الأكمل وبما يتسق مع المصلحة العليا للوطن وللمواطنين. وقد استطعنا بفضل من الله وعزم شعبنا الوفي أن نحقق انتصار الوحدة على الفرقة والمواطنة على التبعية والإصلاح والتسامح على التخريب والتطرف، وهو أمر يجب أن ننقله للجيل القادم ليكونوا على وعي بأن روح البحرين المتجددة تستمد قوتها دوماً من التآخي والتعايش والوسطية، وأن البحرين العربية الإسلامية هي وطن الجميع، حيث يسود القانون وتصان فيه الكرامة الإنسانية وتحفظ فيه الشعائر، وستظل دوماً بإذن الله السد المنيع في وجه أي أطماع خارجية تهدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي. حضور الكريم، على الرغم من الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يمر به العالم، فإن حكومتنا الموقرة قد استطاعت أن تحافظ على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية، وأن تتخذ إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيه الدعم لتلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل. وفي هذا الخصوص نتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر، ولولي عهدنا صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على سعيهما الدؤوب والدائم لمتابعة وتطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها، وما حققه ذلك من إنجازات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الإسكانية منها، والتي تشهد نجاحات طيبة تستحق الإشادة. ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشيد بأهداف ونتائج الملتقى الحكومي الأول، والذي أوضح بالحقائق والأرقام صحة توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي جاءت سباقة في توقيتها ومضمونها، متطلعين إلى تواصل الجهود الوطنية للبناء على مخرجات الملتقى تحقيقاً لتلك الرؤية. إن إنجازاتنا الوطنية المتواصلة تحتم علينا أن نشيد بالنجاحات المتميزة للكفاءة البحرينية في كافة مجالات البناء الوطني، وعلى وجه التحديد الإنجازات الأخيرة لشبابنا البحريني في المحافل الدولية الرياضية، ونيلهم لميداليات ذهبية وفضية وبرونزية رفعت اسم بلادنا عاليا. مقدرين في هذا السياق مساهمات قياداتنا الوطنية الشبابية والرياضية ومساعيهم المخلصة في إيصال صورة البحرين المتحضرة والمشرقة للعالم كوطن حاضن لقيم التسامح والتعايش، وداعم للحوار بين الأديان والثقافات، استطاع أن يلفت نظر المجتمع الدولي إلى قدرته على استدامة العمل بتلك القيم. ونتابع بين تلك الجهود المساهمة في نهضة الوطن عطاء المرأة البحرينية ومشاركتها المتميزة في جميع الميادين التي تعود بداياتها إلى العشرينات من القرن الماضي، وهو أمر نقدره أشد التقدير ونعمل على دعمه ورعايته حفظاً لتكافئ حضورها واستدامة عطائها. مهنئين بهذه المناسبة المجلس الأعلى للمرأة على مرور 15 عاماً منذ تأسيسنا له، وشاكرين له إسهامات المتمثلة في البناء على ما بذل من جهود وطنية ساندت الدور المبكر للمرأة، وعلى ما يقوم به من أعمال لضمان استمرار تقدمها. الحضور الكريم، ستظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا على الساحة العربية للوصول إلى الحل العادل الدائم الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كافة أراضيها المحتلة في 1967، كما نقف مع الوحدة الترابية لسوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار وفقاً لإرادته الحرة، وبما يعيد إلى سوريا إرثها الحضاري ودورها العربي. وسنستمر في التزامنا في إطار التحالف العربي حتى استعادة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية ووقف التدخلات الخارجية غير المشروع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستعادة أمنه واستقراره
مقدمين في ذلك القالي والنفيس، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نعرب عن عظيم فخرنا واعتزازنا بجهود قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل، وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يقومون به من جهود نبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق. الأخوة والأخوات، إن الأمن والتنمية متلازمان، وبهما تتحقق الاستدامة، وكلاهما يواجه تحديات استثنائية تهدد الكثير من شعوب المنطقة في هويتها وحاضرها ومستقبلها، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله وحماية أوطاننا من كافة أشكال العدوان. ونود في هذا الإطار أن نتوجه بالشكر والتقدير لمجلسنا الوطني بغرفتيه على مواقفه الصلبة ومبادراته الإيجابية في الرد على الادعاءات المقرضة ومواجهة التدخلات غير المشروعة وتفنيد المغالطات المتكررة والمتعمدة في حق البحرين، كما نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لما يقدمونه من جهود مخلصة في حفظ أمن الوطن واستقراره، وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الأجهزة وما يتمتع به رجالاتها من روح وطنية عالية. وفي الختام، فإن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الشاملة الرائدة بإيمان وإدراك بأن البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده، وسنعمل دوما على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش قولا وفعلا في مجابهة التطرف والتعصب، وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها. والله نسأل أن يحفظ مملكتنا ويوفقنا للعمل لما فيه خير وصالح شعبنا الوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, on the occasion of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa inaugurating the third session of the fourth legislative term, the Speaker of the Representative Council, Ahmed Al-Mulla, delivered the following speech. يلقي الآن معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رعاكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، يشرفنا أن نرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمساهمة في وضع لبنة جديدة بالصرح الديمقراطي الشامخ الذي شيدتموه وقدتم مسيرته عبر الدستور وميثاق العمل الوطني المعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، ولنعيش أياماً نسطرها التاريخ بأحرف من نور بفضل من الله تعالى وبرؤية ثاقبة وسديدة من جلالتكم جعلت من وطننا الغالي مثالاً يحتذى به في المشاركة الشعبية الواسعة لصنع القرار ورسم المستقبل لأبنائنا. فأنتم يا صاحب الجلالة مؤسس المشروع الإصلاحي والحامي الأمين للدين والوطن وراعي الميثاق والدستور والقائد الحكيم الذي يمضي بالمسيرة الوطنية بكل تطور وإقدام ليصل بنا إلى بر الأمان وشاطئ المستقبل الزاهر لمملكة البحرين والأجيال القادمة. صاحب الجلالة، إن توجيهاتكم السامية والتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، كانت ولا تزال من أهم داعم النجاح والإنجاز والعطاء، وخالص الشكر والتقدير للحكومة الموقرة ولزملائي أعضاء المجلس الوطني على جهودهم المخلصة. وإننا ندرك جلياً حجم التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة، ونتفهم تماماً تداعيات ذلك وحتمية اتخاذ إجراءات لازمة في إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات المواطنين وعبر تقليل المصروفات وزيادة وتنويع الإيرادات، وأن نواجه كل التحديات لتحقيق تطلعات المواطنين كما وصفها سمو ولي العهد بأنها شرف والتزام لنا جميعاً. وأود أن أصارح الجميع القول بكل أمانة وصدق، وأنا أقف اليوم أمام جلالتكم، إن مواجهة تلك التحديات مسؤولية مجتمعية مشتركة. وما يؤسف له أن البعض لا يزال يتردد في بيان وإعلان موقفه تجاه الوطن أمام ما يواجه من تطورات، فالوقوف على الحياد لم يعد مقبولاً أزاء حالات التجاوز المتكررة من قبل بعض الأشخاص والجماعات، ومع من يشكك بالسلطة القضائية ذات الاستقلالية والنزاهة والعدالة وما حققته من تقدم دولي في المنظومة العدلية وما تزخر به من غامات شامخة وشخصيات جليلة لها كل التقدير والاحترام كان المصانع، ومع من يتعمد الإساءة إلى رموز الدولة ومؤسساتها الدستورية. ولقد آن الأوان للتعامل مع من لا يرد جزاء الإحسان بالوفاء وجميل العطاء، ومع من لا يقوم بواجب المسؤولية الاجتماعية ولا يؤدي حق الأمانة الوطنية وشرف الانتماء رغم ما ينعم به من خيرات وثروات الوطن. فالولاء الصادق أفعال تلمس وتعاش على أرض الواقع وليس مجرد أقوال. ومؤكدين الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات القانونية التي تحمي البلاد وتصحيح مسار العمل السياسي كي تعمل كل الجمعيات والتنظيمات من أجل مملكة البحرين والأجندة الوطنية فقط، وأن كل من كانت له علاقة بمحاولة تغيير النظام خدمة لأجندة خارجية يجب أن لا يكون له مكان في العمل السياسي الوطني بأي صورة كانت. بعد أن كشف القطاع وبانت الصورة واضحة للجميع وضوح الشمس، وأدعو إخواني المواطنين والمواطنات للتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومبادئ التآخي والتعايش الذي بنيت عليه مملكة البحرين منذ مئات السنين، وما تفخره به من تسامح واحترام بين الأديان
والذي توجه للإعلان عن تخصيص مقعد الامتحان الأكاديمي في مجال التعايش السلمي ليحمل اسم صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في أحد أعرق الجامعات في إيطاليا، وهذا يعد تقديراً دولياً لجهود جلالتكم في تعزيز قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي. صاحب الجلالة، إن الإنجازات المضيئة والجهود المضنية التي بادرت بها الحكومة الموقرة في كافة القطاعات وخاصة في القطاع الإسكاني تنفيذاً لتوجيهات جلالتكم السامية وما نتج عن الملتقى الحكومي الرائد من وضع لأهداف وتوجيهات بتفعيل عدد من الأدوات الحكومية لتطوير الخدمات تحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030 التي وضعت المواطن في محور التنمية وأهدافها الأسمى هي محل تقدير وطني عام، مشيدين بالجهود المخلصة لأبناء الوطن في جميع الميادين وللدور المتميز لرجال الأعلام والصحافة الوطنية وما حققه الشباب البحريني من إنجازات رياضية مشرفة وما نشهده من تقدم بارز في مجال تمكين المرأة البحرينية عبر برامج المجلس الأعلى للمرأة التي جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة بسواعد أبنائها، فالروح البحرينية الأصيلة تحب التحدي وتعشق الإنجاز. ونود أن نسجل هنا عميق اعتزازنا وفخرنا بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأمن الوطني على تضحياتهم وجهودهم، فالشكر والتقدير للرجال البواسل والرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار ممن ساهموا في حماية الوطن ومقدراته والمشاركة في الدفاع والذود عن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية. كما ونؤكد بأننا قادرون على حماية وطننا من التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية، ومدركين تماماً أنه مهما حققت مملكة البحرين من إنجازات حقوقية فستبقى تحت مجهر النقد غير الموضوعي من المنظمات الحقوقية المسيسة، ومؤكدين رفضنا لأي قانون أجنبي ينتهك سيادات الدول ويتجاهل القواعد الأساسية والدولية ويفتقر إلى الأسس القانونية، لأن تداعياته سترتد على من يتبناها ويدعو للعمل به. صاحب الجلالة، إن أمننا القومي الخليجي والعربي وبقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة هو حصننا الحصين وسدنا المنيع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهنا جميعاً، مما يستوجب منا المزيد من التكامل وصولاً للاتحاد الخليجي الذي قضى ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، وإنما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث خاصة في سوريا استلزم الموقف العربي الواحد لحماية الشعب السوري وضمان أمنه واستقراره. ومؤكدين بأن القضية الفلسطينية ستظل دائماً من ثوابت العمل البحريني، وندعم كافة المبادرات العربية وصولاً إلى الحل العادل الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. صاحب الجلالة، إن الحكم الرشيد والرأي السديد والدفاع عن وحدة الوطن وأمنه والحرص على تماسك شعبه هو النهج الثابت والراسخ، وهو الحقيقة السياسية والتاريخية التي سار عليها آباؤكم وأجدادكم العظام من حكام آل خليفة الكرام وما ساهم به معهم الرجال الأوائل المخلصون في مملكة البحرين. وأود أن أستحضر هنا وأستذكر بكل الوفاء والإجلال كشهادة حق ونبراس فخر، وكي يعرف أبناؤنا وأحفادنا كيف كانت مملكة البحرين ولا تزال متمسكة بوحدتها الوطنية وخصوصيتها الفريدة من خلال ما قام به صاحب العظمة جدكم المغفور له بإذنه تعالى سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، من أعمال ومشاريع في صون الحريات الدينية واحترام الخصوصية المذهبية وتطوير مؤسسات القضاء وإدارات الأوقاف، وهو ما تمسك به من بعده والدكم الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وما بادرتم به جلالتكم في إصدار العديد من التشريعات العصرية والتدابير والإجراءات القانونية في رعاية وصون حرية المعتقدات والممارسة وبناء دور العبادة وتطوير عمل مؤسسات دولة القانون في مجتمع يزخر بتنوع الثقافي وتجانسه الحضاري وانتمائه العربي والإسلامي. ونعاهد جلالتكم على مواصلة مسيرة الأمن والتنمية، وأن يبقى مشروعكم الإصلاحي
محفوراً وخالداً في قلوبنا وقلوب أحفادنا عملاً وقولاً، ولتبقى مملكة البحرين دائماً وأبداً أملاً وإنجازاً. وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa praised the content of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's opening speech at the third session of the fourth legislative term for the Shura and Representative Councils, which set the foundations for national action, and expressed His Majesty's keenness on developing the democratic march of Bahrain. He affirmed that Bahrain, under the wise leadership of His Majesty the King, is progressing steadily on the democratic level, which stands on strong legal and constitutional principles that have contributed to reinforcing the parliamentary march of Bahrain. He congratulated the members of the Shura and Representative Councils on the convention of this session of the fourth legislative term, wishing them success in carrying out their regulatory and legislative duties so as to benefit Bahrain and its people. The Prime Minister asserted his support to the legislative authority in a way that translates the constitutional cooperation between the upper and lower houses and achieve the government's work plan goals in the service of the people of the kingdom. He commended the national role of the legislative authority and its strong stances in defense of Bahrain. He added that the current economic challenges require a wider vision and more cooperation and understanding for the sake of the coming generations. He emphasized that the world security and economic situation challenges development programs in all countries and called to intensify cooperation between the legislative and executive authorities in order to take all measurements that would help overcome these challenges, crystallize the ideas that would guarantee the continuity of the development process and reinforce Bahrain's gains on all levels. He emphasized that the legislative authority will receive cooperation and support from the government. He also expressed his confidence that the third convention of the fourth legislative term will be a new chance for work and achievement, development of the legislative system, and the conceptualization of laws that would make Bahrain an investment and economic attraction in order to benefit the country and its people and grant their safety and security. The Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of Bahrain Athletics Association and President of West Asian Athletics Federation, His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, congratulated His Majesty the King on the occasion of Bahrain runner Linshan Dula winning first place in the International Buenos Aires Marathon in Argentina. Dula finished the race in 2 hours, 39 minutes, 14 seconds, surpassing top world runners from different countries. His Highness pointed that this outstanding achievement reflects the support His Majesty provides to sports and the youth. Sheikh Khaled also congratulated the government under the Royal Highness or their Royal Highnesses, the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, Deputy Premier Prince Salman bin Hamad Al Khalifa on this achievement that would not have happened without the plans laid out by the government, which constantly seeks to develop the athletic youth movement in Bahrain, executed by the Bahraini Olympic Committee under its chairman. His Majesty the King's representative for charity work and youth affairs, chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. Sheikh Khaled noted that Sheikh Nasser has always been keen on supporting all national teams. He said that Bahrain's winning first place in the marathon is proof of their advanced level. He said that Dula's achievement reflects the growth of Bahraini athletics and commended her achievement and dedication, which honored the kingdom. He wished her and all the athletes further success.